فبالنسبه للعمل مع دنيا وإني، هل حضرتك في الكواليس بتديهم بعض التوجيهات ولا بتسيب لا هم يعني يقدموا الشخصيه بروحهم زي ما هم شايفين؟ هقولها لك بصراحه، يعني عشان كده بقول لك كل جيل بيختلف عنه. يعني هم لما دخلوا الوسط انا بقيت فرحان بابا وحوجيهم، كل اللي قلته لهم ما عملوهوش ولا حرف، وهم كانوا هم صح. اتضح ان هم صح، كانوا اكثر مني فاهمين السوق والجيل وايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، ويعني حاجات كده ما شاء الله. ده بالعكس، ده ساعات هم بيوجهوني، لا يا بابي بلاش دي، يعني بلاش، يعني بالذات دنيا. يعني دنيا وانا بشتغل معاها بنعمل مسلسلين كده، اجي في حته اقولها تقول لي لا 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 بلاش دي يا بابا، يعني في اطفال بتتفرج. جمله فظيعه. طب يا بنتي وانا بقى خايف على الاطفال، اتلم على الشباب بلاش دي، اروح سامع كلامها على طول، لان فعلا ثبت ان الاطفال بيلقطوا اي حاجه سواء منهم او مني انا.